برنامج تسميها برنامج جديد من نوعه فويتا. فكرة البرنامج أنكم تشوف المشاهير على حقيقتهم بطريقة عفوية. الأسئلة كاملة اللي تنطرح الضيف ما عنده عنها أي علم. وفي الحلقة التجريبية ضيفنا اللي يعود حاتم محمد. السلام عليكم حاتم، مش حالك؟ السلام، إن شاء الله. مش حالك حق ما إيش حالك يقول الموريتانيين لبنات شو ما تشتغل؟ مش حالك حق حق شخص؟ بس حاسبة في فترة للصعيد الشخصي والصعيد النفسي، مش حالك حق حق؟ بس حاتم تبقى شهرة؟ كنت ألقيها بوم، كنت قاول عنها صورة ما هي صورة دي، أكتب تيك ساعة عن أشهر ما هي صورة دي، أكتب شو قال عقب وضح إنها شو هاي إر وايحة كبيرة ما هو هذا دي، أكتب أنا شو كنت شاكنه عالم زين، شاكنه عالم زين إنه ما عنده أما عايزة ما عنده أما عايزة يقال في ياس من أما عايز ياس من أكل أمس شو يفعل ولا عادي ما هو مدي شيء أكبر من اللي أنت طورتك هاد الشيء طورتي كان فيها ياس من شيء موزن كان فيها ياس من شيء موزن ما هو زين تحت سبب ضبول أجنال ضبول زين ضبول طبيعية في أشياء أطبيعي في أشياء مطبيعي في أشياء قد يعود أطبيعي عند أشياء من الناس عندي أنا كي فار إكزامبل الوقت اللي دائما اسمعك تشياء شرب وتروما حسين وخيرك. أنا شفتي أنا ما حدي صغير كنت ما كانت عندي قالوا الشخصية أبدا. كنت نخاف من أي شيء، كنت أصحى من أي شيء، ما كنت نقد شيء حد أو من يقولوا فلان شحال ما كنت معه. علاش ذاك يرجع لياسر أخذ من لياسر ساعة صغير ما هو قام حتى أي قاعد غيره أمس ما كان واحد. تقلبت يعني قبل ضحين ما عندي يكون أنا أقلب إيه شفتي شحن هون عند هون أنا أخذين لين نقعد مع حد ونقول أنا أحس إني ماني كبار وأنا أتثقل مش قلت ليش ثم يعني كم هذا نحن هون إن فرصة الشخص على إنه يعود على إنه كل شيء على المعودة متين أنا بدي بمشي التغلب تعلي وبمشي مع التغلب تعلي تغلبت على ذي شفت على ذي عشت لا عقب وضح لي مع الوقت ما عندي يكون على أقل من العالم أقاسي ومش تمع ما أرحم حد أنا عند حد باي يمشي توب معه وهذاك هو الكلام اللي قطعك يا سناس مين يسمع هذاك الكلام لا يقول يا مال أبي يحس ما يحس نحن ما في إنسان ما يحس ما في حد ما يتقبل وينفجع ويبكي وكل شيء وقع يا غير ما فرص علي نعك الناس ذاك اللي حس أكثر شيء يزعجك المجتمع تبقى تغيره عادة مدرسة وهو ياسر ماشي يبقي أي بدل قال خالق الروايات اللي أنا مهتم منها ونقول لي يعني المعدد يقوم واحد مثلا أخويا ولا أختي ولا أبويا ولا أمي الله يحد الدارج نقول لي لا ما يصح ولا أي الله حد عنده مشكلة إني أنا ماني لاقي أسمع اللي ينقال أنا ترى قاعد تقعد أتبقي شيء ما يعدله خليه يمشي عنده لين فتعب من يعود هو كنت تعود أصلاً كنت تتعلم وتوك عندك توك أبدأ أنت بس كنت تعلم من خالق الصالح ومن خالق الخاسر ويمشي هو ويا عدل الخاسر دور هو دور الراس الفاسد كان كنت تقول له حق الواحد أنا كمان عدوية ما كنت فيها ولا قطعت إن عدل يقوم واحد آخر أو يجيني أو يقول لي خاسر والله صالح
خليني انا مشينا فيه والمعضله الشيء اللي كان صار من خاصه غير عرف. طبعا الصرف خاص عين على الامور لكن اي الامور اللي في الدين لكن ما نعرف لا قاعد احضر انا عيني قاعد اشرح كذا مثلا انا سعيدين بديت ساعة اول ما بديت ان عدل احضر ديك ساعه قال لي انه ما عنده معنى الهي والهي يودع عليه حق ضاع لي ياسر من الوقت قال انا ما كنت لاهي انا اعرف لو اني انا ما اشيد في ذا ولا كنت لاهي ما اعرف ما تشوف على انك روايه ما يستحق ضياع الوقت وين نبقيها نضيع في الوقت غواية انت شفت الرواية تبقيها ولا هي ولا انا اجاب منها فائدة ما عندها قيمة نفسيا ما عندها قيمة فهمت ما عندها قيمة رواية ما عندك اجابة من فائدة ما عندها قيمة يا انت ودي بدي تشوف صيغة مكتوبة فوق الرواية ليش؟ شنو الصيغة اللي تختار من جيدك في حياتك؟ انا بكره لي الصيغة اشوف الناس حد اكتب حتى كل ده ما كتبت صرت تعود اي شيء فيك قال قربه لا تدي يا اخي اتكذب على الناس والله الكذب هو اشنع واقبح الصفه اللي تعود في الانسان شنو اكثر شيء خاف منه؟ اكثر شيء انخاف منه عندي ياسر اخاف منه اكثر شيء انخاف منه اني أنا أتعلق بحد ويكتب علي وأني أنا أتعلق بحد ويمشي عني إذا صار السجاني فيه أمر الله أخواش أنت يعني ما هو لا شيء خاص بخاص من عبد الحبيب مع عشان الأمام على الناس كاملة لو البي يكون ما أنا كلاهي أنت عندي أصحاب ياسر معايا والله الناس كي يعني مدد هذا الحياة دائما أصحاب ذا حد اتأكدت أنا من يوم من قد دون عروسها. شو هواية اللي بتعلمها عاونتك أكثر شيء بصحتك النفسية؟ قال أكثر شيء عاوني عاوني إنسان أشبه من اللي أكنت ساعة. التجارب اللي خطرية أوضع حولي ياسر مش التجارب مين حتى مشكلة أنك تم أنا كده تريد تفاصل بين الحق والخاص حتى تعرف أنت عدلت ذاك اللي أخاص أنا كده حاتم أوصل لراسك بذرة كلمات راجل متعدل حتى يقال مصنوع وهو خلاقه وضيق لك يعني يتعدل مصنوع وخير قول لي شو هي أزياء لحظة في حياتك أنت مرتين أول لحظة تكرر بشيء عندي ياسر كيف تعيش بعيدها؟ ياسر ما عندي محدد ما عندي ولا محدد قولي تريدي خذي حسب لو آخر بعيدها حياتي ياسر زين ما عندي شو ما عندي شيء هو واحد كي يقولي كده زين هو عندي لا أشياء كاملة زي ما قلت لك عندي ما قلت انقر من واحد كان يقول هو اشبه شيء عادي قلت له اثنين وحده لا واحده من التحات عن زين من باقي اصحاب حسن حق حق من اصحاب والله نعم اصحاب من اصحاب الحقيقيين نعم من أمتي ومن أمتي وراد كاميرا ومن أمتي إجماعه وكخاء أقل مو ياسم إلا أربعة ولا خمسة شو الحب بالنسبة لحاتم؟ الحب عندي أنا حب الأفعال مو حب الأشخاص أنا ما نبقي الأشخاص نبقي الأفعال اللي عدوا يعني تعدد لي شي صالح نبقي تعدد لي أشي خاص إذا ممكن واضح كنا عندي أنا نبقيك أنت هكا والله أنت تبقيني أنا هكا أنا ولا عندي من ما عنده معنى حد جاك وقال لك انا تدري انت فقتها ذات ريد فلاج كحتوا عنك بسيطه علاش دائما ما بدك تحكي راسك عن تكون كثير الناس الاخطاء الناس ما هي عربي عني انا من الناس اللي يعشق العربيه نوع من العشق لا يوصف بدي كنت نقول الشعر ديك الساعه ونكتب ياسم الكلام
وانت بياسم شو والواي كبيرة عندي مهمة والأخطاء اللي بدي يجنوا يحملوا الناس تكوما تكوما يا أخي قاعد تعيش وتوكل وتشرب طاقة وتجي وأنت ما قاعد تكتب جملة واحدة يا أخي صار من أدوتك الأم إذا حد أنا حد يتكلم بالإنجليزية ولا يقدر يكتب شيء بالعربية صار إذا ما عندي حد يتكلم والله لحد ما في جوقة ما في جوقة عربية خياس الناس ده دول بيقولوا لك أضحك بي يقول لك عربية العربية تلما بحر كبير ولولا يقدر ما هو حد عن بي. واو. يا. شو قصة أخواتنا؟ أخواتي مسألة لو قطوا يعني كل واحد من الأخوات ما عنده قصة بي كل واحد من المعطية وكلهم أقل ابن الله يعني كل واحد من عنده خلاص. نقول بغير ما نبغى نقول. ها برا هذا مو عندي لا يا أخذت الأول الأول بنت ولا جاني أهلي ولا جاني هدية. أيوة زين شو محاولك المفضلة يسوس عندك في الدار ولا حيوان تشوف تلعب تلفزيون ولا إيش؟ مش بدي كانت عندي مش عشت معنا من دبل أكنت من دبل ديس عندنا أتتك ساعة. بدي عاشت مع ياسم زمان وهي الحيوان الوحيد اللي قطع عاش معي كان زمان وعشت معي كسانة ما بيقص دائما نحكي الموضوع ألعب مع العالم ذيك المدرسة منها التأثر من الصبر كان حلاوة دائما أسمع دائما نشوف واحد اللي يقولوا أنا أمفك أرني حد يبكي على حيوان مات حد ما يبكي على حيوان عاش معنا في الزمن ما هو إنسان لا حد ما يبكي على حيوان عاش معنا ياسر الزمن خلنا نحن الواقيش فينا الدم ونحس لكن خلنا هذا الحرف لو خلي واحد يقول لك أنا الراجل لا ولا يحس عكس ودي ما طبيعي نحن كان يحس يقال فينا أنا نحس يقال من إلهي نعت الناس هذا اللي حاسة نبيوته ما إلهي عبدو بخ بيش هذا اللي لابسه يقوم بيش ما هو بيش شكرا شكرا علاش طالبتي السبب السبب ليش علاش شكرا شكرا بيش بديك ساعة كنت نفسي نكلم بيش وعاد عندي زي والله لا حكي سبحان كان عندي قاعد يكسع نفسه وصف يفتح فيه قال إنه كيف نفسه رئيس واحدة من الدول الأفريقية عرفت عبد نفسه نفسه اللي عندي أنا كان بيش دول قذف إذا واحد أخر الناس هم دول بس بين إثيوبيا عندنا ولا كان الرئيس عنده صف واحدة تيشرت هذا ما وصله كنت أنا وصلت مثل عام عاد موصف لشريك حياتك ما هو قصة ما هي قصة صحة أنا أول ثلاث أشياء نشوفهم في مرة نعم جاي دورة العرس مرة عرس أوكي أهم شيء عندي أربعة بديش بدي خالق ياسر يخلقوك ما لكن نبدأ من فوق أنا أكحات عندي رواية واضحة خالق حب خالق العرس بس واحد والحب واحد أنا نعود لهم عود مع واحدة ما نسوي اللي كاني أنقيها الله سبحانه وتعالى نسوي اللي كاني نقد نعيش معه عود قد نعيش معه يعني شو معك ومع الوقت ندور يعني الحب ما هو اللي يبني حد أي أسرة أنت أمشي عند تعود واحدة في الدين اللي كان أمهم عندي حتى ما يخسر شيء لعد زوين الله روح آخر ما تعود قاع ده أبدع ذيك مرة تعود قاعد أبدع ما هي ما حلو شيء ما يصير ما هي يا قاعد ترى مشكلة دائما المرة اللي تعود قاعد أبدع ما هي ما حلو شيء هي ما إنك تعود إيش جد عليه هي ما اللي إنك تمني ما نكمل دي ما حلو شيء هم إنك تم معها أربعة أو عشرة ينسى أو ذا ولا ينسى ونحن رجال جابر مليان وإحنا خالقين ساعتين ثلاثة أربعة عشرة في اليوم واحد من يختار يمضيهم قاعد واحد ما هو حلو شيء ما نبقي نسمع كلام حد لا نبقي نسمع شيء.
انت انا عقل علي انك قاعد في الدار انك كان كاس انت مفكر ما مفكر في شيء لا احنا قاعد اليوم انت مشغول دون ما نسمع كلام حتى. ما سمعتي المقوله في الكتاب يقولون ان الراجل لابد له مساحه شخصيه حتى انا مساحه شخصيه حتى يبدي قاعد المشكله نكتي دائما مثال انا اعطيك لك مثال واحده بدينا شيء مع واحد ويمضي تقريبا نص يوم ما مش ما مش ما مش انا اسال جو لاي شيء وتقوم هي وتقول لي سير عنده احد اخر انا ما عندي احد اخر انا واحد مفكر في السماء ندوى انا لا تشوف فهمت تكون شعر لا انا وقتك الخاص ايه هو كل حد عنده وقت انا راسي متودع مع واحده نعطيها هي نعطيها نعطيها وقت ما انت تقول لي شنو بحر واحد يقول انت دائما ماشي دائما ماشي انا انا ذكر شخص معي يعني انا ما عندي هو اللي هي اليوم عليك بنعمل يوم ذات شو حريفي لابد تخلق مشاكل تجد انتباه الراجل تم دائما انتباه شو الحق هي قاعد الامراه بطبيعتها هم ايش عندها اتنشن يعني الامراه اقلع على الامراه إذا وذم اللي حد ما في كلام ولا عقل عليها بعد عندها ميت إجداع كل واحد يجيها أو يقول لها أنت أمرة زين وأنت زين وفيك وفيك من واحد يبقيها ويدوم عشان حد لأن الناس كانوا أتعرض يا قرار نعرف نحن الحياة دي أن نتعامل بها مع عاد قول لي صفة زينة عندك فيك أنت وصفة ما هي زينة عندك صفة ما هي الصفة دي زينة عندي يعني أنا شخص واضح يعني هذا اللي يعني عاد كان عاد اللي هو واضح شخص الشخص اللي هاي زي ما فيها إني أنت مطعك وفوق صاحبك اللي يقول عليك قط قتبة يا قال ماني قط على هين نمشي بعد هيك نمشي لا أعرف هو يا قال أنا ماني من الناس اللي يجي حد يقول له أنا أنت أشي ذا علي كده ولا مم لا ان احس ان تمشي مره بعد تمشي كذا دون اي مزيد بس انه ضعف مواجهه ما تواجه ما انا ما انا عندي انا ما 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 نقول ضعف بدي انا انت بدي اجيك ونوقف قدامك ونقول لك يا سمش لا تقف ما تتوقف من عندي من الناس اللي قد يمشي عنك في اي ناحيه يسوي عد يسوي عد كنت معاك 100 عام عاد نحس باي شيء مره بعد تمشي عنك مالك من عندي سؤال في الشرابة. أنا بقول قال بحاتم وطرحهم قدامي. شو يقول قالك؟ نقول إنه ما هو أحد شيء. ليش؟ بدي خارج أصلاً الشيء عدل. وأنت عالم إنه أخسر. يعني ما عندي لا بس. دائما تدخل في مشاحنات. دائما. دائما حتى. يعني هو يفوز لا عدل دائما. يقبض على أنا دائما قال لي عبد كذا واس كذا قال أنا عارفان مع راسي هنا من دور يضح لي ذاك موزن ليش واحد يجي خلي كل موقف خليك حسك عن الناس قبل فكرة خاطئة عن الشباب موقف خليك دي حسسني الناس قبل ياسر موسيقى دلي ياسر شيء أو أقع لي أنا زاد على أفرض مثلا أشخاص كنت أشوف لك ساعة كنت أشاكلهم عندهم والله يعدوا عنده كذا كذا لين قيت معهم وبديت أنا أتكلم معهم وأوضح لي لا أساس لهم من الصحة وشفت ياسر من الأكل ياسر من ما هو بعد الضهر عقب وضح لي من الأكل ما هو أي شيء أين ايش اضحك او ايش زياده ايش فلان هيك قول لي بشاشه حتى نفقي بعض نفقي الطاقه ابدا شنو حاسه قاعده عندك تركب شنو هي الوالد تحصل انك تزعل اول شيء عدوا كل شيء قالوا المواقع السوشيال ميديا حد حرمت على شخص بالا عاقل وقوى مستحيل يخلي يخش حتى مستحيل يخلي واحد موجود عنده تليفون هكذا يقعد قوس صغير عنده اكتر عنده
10 ولا 11 هو عنده تليفون وعنده سناب وانستغرام ما عنده نعم. يقتل قاع يقتل قبل هو قاع كذا ايش يخلق؟ حتى انا بتعادل فعلا نعم. رحلة طويلة ولا فات قاع وفات شفتي هو التوتي عادي هو عادي يا غير هو تقدي تقول انه واحد من الاسباب اللي اخلاك ساعة نعيش اطلق لك ساعة ما هي حتى بدي كيف انا قلت لك قبيلة في اول سؤال قلت لك اني كنت اصحى من الناس نخاف علاش بابنية لك بدي اشتغل ما لي يعني نوقف الحد او نجي ورغم اني انا اتكلم معه ونقول له مثلا اذا والله انت ما تبيها او واحد انا حالم انا راكي انا حالم لا عادي انا غير ديك الساعه انا ديك الساعه خلاص انا دا مو انا كانت عندي ديك الساعه ايديا ولا انا علاش انا اخ اقت ابتي هذا فيا والناس الناس انا ما عندي فيه دونك تاع باي حق انت جواك في فهمت في راك بيني تحت الضغط كلامي في اصلا الناس فهمت هو اللي اجتماعي ياسر زين قصه طويله في أسماء بتقول مست حمزة. حتى مش كيف علاقتك معك بكم معك؟ علاقة زينة. طبيعية. شو علاقة طبيعية؟ علاقة لا العلاقة اللي نعرفها في عندنا إحنا في المجتمع بس علاقة زينة إن شاء الله. أي مقربك والد ولا والدة؟ لا والدتي طبعاً. يعني هو حال الناس كانوا. هي حتى مهمة قال الوالد الذي قد أقيارك دان أعمل دان نحن أنا والدي مستحيل ألوم والدي بيدي مع عدى بيدي ولا علاش بيدي هو والده عاش معاه دو تعود مش أكيد أنه عاش معاه شيء أمثل أمل اللي عشت أنا 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 أركى معاه وذا عادي أنا والدي فقد إن كل عمش من قلت أكد أخوتي نشي بالبحر تقول بما انك تبداتها وهي ان شاء الله ديجا بات عدت مسيرتين هنا على السوشيال ميديا وعرضت وجودها شنو شعورك اللي يقول لك الخلق يعرفك خدات اسباش حس بني عندي اخت حس اني انسان لا عادي انا ما عندي اي شيء انا كنت اخلط على ياسر من الامر احد قال لي اخ فلان قال لي صاحب فلان لا عادي موت مشهور وتعرضت للتنمر من حدا صغير. شو رأيك في تشوف الناس يتنمروا عليك ولا عادي بدي أسرح ولا يكتبوا عنك مقالة إساءة ولا إيش؟ أول شيء أنا ما أقول إني أنا شهر قاعد أول واحدة. الرواية الأخرى شفت هو التنمر فيه أنواع وفيه لازم شيء. أنا في شيء عادي عندي في شيء مو عادي عندي. اللي عندي الناس اللي عدلوا علي أفيد أي ما تضحك وجاوب على وكيف في يمشي زين حتى عندي بدي أضحك بدي حك حد يضحك قال في يمشي ما عنده معنى مثلا حد أفتح فيه لأن أنا توفى نتكلم بذي الصفة إذا حد لا يفتح حد يفتح في شيء عدو والله شيء أجل قال لأنه يفتح فيه إنه هو حول والله إنه هو طير والله إنه مكسر مفتح عكس مفتح لوش عطب لا حد مريم وش مش اللي ما صحيح حد يدخل المجال
وكلمة يكون كلمة الختام تبعي. لا صحيح كان الحب اللي يدخل البلد المجال يجي توب داخل يقال همش همش يا إخوة تنعاف حد يبقي يعود عنده شيء عدل وفي الناس تعرف يقدم شيء منتج منتج للناس لا ما شيء فيه فائدة والله شيء بعض يضحك خالقين أو واحدين ما نبقيهم ما قلت لك ما نبقيهم ما نبقي نقولهم واحد يعود ما عنده أشياء عدل إلا هو توفي هو يعود شاء ناس كم نتعرف غيره واحد فيه داي بخالك مش هو كله بيجي لما عنده ما عنده لما عنده ما عنده النصيحة للناس الآخرين عيش حياتك حياتك طويلة وذا اللي عايش انت فيه وجاد عليك انه هو الدنيا وانك انت هو احور الكون وان الناس كامله واحلى ليك انت ما واحد ما واحد ليك حد ايش يا اخي حياتك وحدك وضحك فهمت عدل اللي عليك تو خلاص مع اقول تو عدل تو ذاك اليوم عدل وعود انسان عاقل تو خلي عندك ذاك الوقت وبالختام نختم اعتذاركم عن جوده الصوت والتصوير بدي لا حلقه تجريبيه وقولوا لي آراءكم راني استقبل ملغي اقتراحاتكم كاملة في التعليقات والعادة فمحد تبقوني مستضافة في الحلقة الجاية قولوا هاي لكم التعليقات.